وكالة الأرشيف والمكتبة الوطنية الإثيوبية ثمرة آخر أباطرة إثيوبيا، بدأت كمكتبة صغيرة لتضم تاريخ إثيوبيا العريق من المخطوطات المسيحية منها والإسلامية. مشاهدين الكرام، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج حول إثيوبيا. سنتعرف اليوم عن المخطوطات الإثيوبية العريقة، منها ما سجل في اليونسكو للتراث العالمي، ومنها ما نهب وسرق خارج البلاد. كونوا معنا في حلقة جديدة في حول إثيوبيا. جرماوي قداماوي عائلة سلاسي نغسة نغسة زي إثيوبيا نو الساتشو يتمسرتهم تقمت هاسوس تقان أسرازت إيمتو سلاسة سدس عامة مرات سيون. أنشئت المكتبة الوطنية بقرار من الإمبراطور هيلي سلاسي في شهر نوفمبر من عام 1943 أثناء رحلة الإمبراطور إلى أوروبا. لاحظ المكاتب والأرشيفات، فبعد عودته من رحلته اجتمع مع وزرائه ومستشاريه، قرروا إنشاء مكتبة وطنية للشعب، وتم فتح المكتبة الوطنية الإثيوبية في شهر نوفمبر من عام 1943. بدأت المكتبة الوطنية بكتب أهديت من قبل الإمبراطور، وهذه البناية التي نحن في داخلها الآن هي نفسها التي أسست آنذاك، ولها من العمر الآن حوالي 78 عام. إثيوبيا عندها معروفة بتأسيس المكتبات التقليدية بشقيه الإسلامي والمسيحي منذ القديم، لأن لما دخل الدين المسيحي أدخل معه الكتابة وبدأوا يكتبون باللغة الجئزية، وبدأت تتكون الكتب في الكنائس والأديرة منذ القديم، يعني منذ ما تعرفت إثيوبيا على الدين النصراني. وعندما نأتي للإسلام، لما انتشر الإسلام بهجرة الصحابة إلى هذه الأرض، جاءت معها الكتابة باللغة العربية. كتلايو على ما قرأت زورو بعد الرقوت قبنيتنا كليلام مرجاوش مماغيات. بعد تجوالاته العدة حول العالم وملاحظته للمكاتب، قرر بإنشاء مكتبة بادر فيها بالتبرع بكتب المصنوعة من أوراق الجلد المسمى محليا ببرانا، فهي مكتبة ومتحف للمخطوطات والكتب النادرة، أنشئت وأسست من قبل الإمبراطور كي يقوي الشعب الإثيوبي هوايته في القراءة، فهي هديته للشعب الإثيوبي. نقصوا بسطوتا يكفتوت بيت مصحفتنا. ولكن الآن نتحدث إثيوبيا الحديثة. عندما نتحدث عن إثيوبيا الحديثة تأسيس المكتبة، هناك مكتبة قبل تأسيس هذه المؤسسة، مكتبة أسسها الإمبراطور هيلي سلاسي عند تتويجه في 1930، مكتبة خاصة في القصر الملكي وهي صغيرة، ولكن هذه المكتبة بعد ذلك لما تحررت إثيوبيا من الغزو الإيطالي هو أنشأ هذه المكتبة. بدأت بمكتبة فقط، وبعد ذلك في السبعينات ألحق عليها الأرشيف الوطني. الأرشيف الوطني الآن نحن في قسم الأرشيف الوطني جناح المخطوطات، يحمل نوعان أو فيه نوعان من المخطوطات، مخطوطات المكتوبة باللغة الجئزية والأمحرية ومخطوطات باللغة العربية. وطبعا المخطوطات العربية أيضا وإن كانت قليلة ومخطوطات مهمة في المصادر العربية. أبزان يوم زتنا بمتو حيمانو 90% من مخطوطات هي دينية، وهذا كان لتوسيع التعاليم الدينية، ولكن في القرون المتأخرة
كالقرون 18 و19 بدأت تظهر المخطوطات العلمية. على ما يوقت يمسط المصحف ما تشمر جمرال. وما تجدينه هنا قليلة جدا. قليلة وهي عددها قليل. إذا كانت جائزية في الكنائس والأديرة، وأما المخطوطات العربية الإسلامية أو العجمية وهي ممتلكات خاصة يملكها العلماء، مثلا مدرسين أو أئمة المساجد ممكن يكتبوها يتوارثوها، يقترض بعضه عن بعض، يملكها بالبيع بطرق مختلفة يمتلكونها. إذن هي موجودة في القرى والأرياف، يمتلكها العلماء وطلبة العلم في الحلقات العلمية والمجالس العلمية المختلفة في كل البلد، ليس في الجانب الذي يكثر فيها المسلمون فقط. وتجد المخطوطات الإسلامية العربية حتى في الشمال حيث لا يكثر فيها المسلمون، وتجد في غندر وتجد في غوجام مخطوطات عربية منتشرة، وتجدين في منطقة تيغراي وغيرها، كما تجدين بكثرة طبعا في الشمال الشرقي في ولو اللي نسميها أزهر الحبشة، وعندما تأتين إلى هرر وهي مصدر المخطوطات، مصدر صناعة المخطوطات. بقيس قوانقوانا بعربنيا قوانقوانا تسأفوالو هناك مخطوطات كتبت باللغة الجعزية ومخطوطات كتبت باللغة العربية، وبالتحديد في المؤسسات الإسلامية وفي المساجد توجد مخطوطات إسلامية كتبت باللغة العربية. لذا عندما نتكلم عن المخطوطات الإسلامية الإثيوبية يوجد العديد منها هنا في المكتبة، وهي جمعت من هذه الأماكن. وما نفعله هنا في الوكالة هو البحث عن هذه المخطوطات وجمعها من الأقاليم المختلفة في شتى القرى، وهي لا تشمل فقط الدينية بل أيضا التاريخ والفلسفة. بعض ما نواجهه من الصعوبات أثناء جمعنا لهذه المخطوطات التاريخية هو في عدم تجاوب الأفراد، لأن لديهم تخوف من أن يفقدوا تاريخهم أو أن يسرق خارج بلدهم إثيوبيا. هناك الكثير من المخطوطات التي تم جمعها، وهناك الكثير أيضا الذي لم يتم الوصول إليه بعد. وتجدين في منطقة أفار كذلك مجمعات من المخطوطات يملكها الأفراد في بيوتهم، وعندما تمشين إلى الإقليم الصومال كذلك هناك كتبة مهرة يكتبون المخطوطات ويمتلكونها، تجدين في إقليم الصومال وفي الشعوب الجنوبية كذلك. وهناك أماكن مثلا إذا أخذت أماكن الحضارات نسميها حضرة أو مجالس الذكر أو الزوايا أو خلوة إسلامية يمتلكون المخطوطات. يمكن نذكر على سبيل المثال حضرة زبي مولا وحضرة القطبري وحضرة أبريت والكسو وغير ذلك من الأماكن. وإذا ذهبت إلى منطقة بالي وأرسي، وفي بالي تجدين مقام نور حسين البالي، هذه المنطقة موجودة ولهم أيضا نسخة من مخطوطات التي أخذوها بالرقمنة بالديجيتال موجودة عند أخينا جزاو، يمكن يوريكم نماذج منها. وفي أماكن مختلفة في بالي يملكها علماء، وإذا جئت إلى أرسي كذلك. وأما جمة فحدثي فلا حرج، بكثرة في مناطق مختلفة. إذن هذه مصادر المخطوطات. إذن المخطوطات جاءت من مصادرها الأصلي، من مالكيها الأصلي، ممكن جاءت هبة أو بيعا شراء أو هدية، وهذا ما يجب أن ندرسه. كتب كودكس، كتب اللي
يكتب على الجلد أو على الرق بهذا الشكل، هذا النوع من الكتابة كان مع دخول النصرانية. وأما الكتابة كلغة الجيزية كانت موجودة قبل ذلك، ولكن ليست بشكل الكتب، على الأحجار، نقش على الأحجار أو على الخشب أو على الأشياء، على القصور موجودة. وهناك كتابات الثلاثية وليس الجيزية فقط، تجدين مكتوب باللغة الجيزية وترجمتها باللغة السبائية واللغة اليونانية موجودة، نجدها على المنقوشة على الأحجار، مما يدل على عراقة دخول الكتابة في هذا البلد. درو من النو ورقة عن نبرة سكريبتو يلم دفتر عن نبرة. قديما لم يكن هناك أوراق الكتابة أو الطباعة والأقلام والأحبار ولا المستلزمات التي تساعد على الكتابة. ما كان يفعله آباؤنا آنذاك هو صنع شيء شبه الورقة من جلد الحيوان، وكذلك حبر الكتابة كانت تصنع بطريقة تقليدية من شتى أنواع النباتات ومن مختلف أجزائها، فبعدما يجمعون ما يريدون من نوعية النباتات ومن ثم يضيفون إليه أنواع مختلف من البهارات كقشر البيض وصمغ وغيرها، بعد ذلك يحرقونه ويطحنونه ومن ثم يعجنونه ويجففونه تحت أشعة الشمس، وربما تأخذ العملية مدة 6 أشهر. يستطيعون تجهيز 7 ألوان من الحبر، وكما يستعملون الخيرزان كالقلم ويكتبون على ورق الجلد بالخطط الجعزية. بهلاوي من قد يقرصنا يعني ياتكسونا ببرانا ولا يمصفون نا ببرانا لا يمصافو صوف من دنو يقوم صفات يبالال. إذا رأيتم المخطوطات الموجودة هنا فستلاحظون أن معظمها كتبت على البرانا أي على الجلود، وعملية إنتاج الورق الجلدي من جلود الحيوانات لها أناس محترفون ومتخصصون فيهم، يستعملون أدوات خاصة لإزالة اللحم وشعر من الجلد. نوعية محتوى الكتب الذي يحدد كمية ورق الجلد للكتاب الواحد، فبعد عملية إنتاج ورق الجلد يقطع الجلد على حسب المقاس المرغوب فيه، ومن ثم تسطر الصفحات بمواد جاف، بعد ذلك يكتبون على كل 5 أوراق جلد مزدوجة، ومن ثم يجمعونها ويخيطونها سوياً. عند لا يبولو مصحف يدغوسنا عند بولو مصحف يونال معناتنا نا برانا وندمنملكتو لموت برانا نيوليش. كما تلاحظين ان هذه الاوراق الجلديه ليست لها سطور، رغم ذلك فانهم يخطون عليه بشكل مستطيل ومرتب من ما ينت وقط با يالا صاصف دم يصفته وندزي نم يصفو معناتنا. كان يكتب على الجلد، ولكن بعدما تعرف المسلمون على الورق من الصينيين مباشرة انتقلوا من الكتابة على الجلد إلى الكتابة على الورق. كتبت المخطوطات الإسلامية على ورق جميد أي بالورق الخاص، تجليد بالجلد، وأما الكتابة وهي الورقة، ورقة القديمة وليست ورقة الحديثة. هذا لا يعني أننا لا نستخدم الرق، وهناك بعض النماذج القليلة كتبت على الرق موجودة، مثلا صفتين موجودة في الدراسات في متحف الدراسات الإثيوبية في جانب الأرشيف. هون ازيه تقوى مسلمي جنيو الأناجيل الأربعة الموجودة هنا والتي كتبت في عام 1350 في زمن الإمبراطور سيفا أرر من دير نهر استيفانوس، ولقد جلب من هناك كي يتعلم فيه ويبحث في شأنه الباحثون. تمارا ماريو تشنات ليو تشين ديانا بوتنا اندي تكامو باتيتا درقو أراتو أندنيو أربايتو انجيل من لونه. هم 4 والأول يسمى بإنجيل الأوربيت والذي كتب في القرن 14 وهو الأول،
كتب باللغة الجعزية وله مميزاته في خطه الفريد ورسم حروفه المميزة. والثاني هو كتاب قبر همامات، وهو كتاب لا يوجد نسخة منه إلا في الكنيسة الأرثوذكسية الإثيوبية، وكذلك كتب باللغة الجعزية، ويعود للقرن الخامس عشر. وما يميزه عن غيره أنه لم يكتب كالبقية من جلود الماشة، بل كتب على جلد الحصان، وهذا الشيء لا يوجد في العالم إلى الآن. والذي يليه هو رسالة الحوار باولوس المقدس، وفيها 14 رسالة، وهو كان في القرن الخامس عشر، وهذا يسمى بمزمور داود. وكل هذه الأربعة سجلت في اليونسكو للتراث العالمي. هذا الكتاب هو أول كتاب يطبع، فلقد أمر الإمبراطور هيلا سلاسي بطباعته لأرسل به إلى إيطاليا روما لنسخه، ولم يتم طبع أي كتاب قبله، فهو أول كتاب يطبع. كذي مزمور داويت بفيت من ما ينتهي تحت ما مصاف يلم يمجمره وتمنعه.